طيروا كمان تضربوا. لمين شو بك يا سيد؟ لا معصب، لا زعلان. ها ليش زعلان؟ هناك عندي ولاد الكلب كحلة، هناك ولاد الكلب كحلة كثيرين عندي هنا. ليش شو عملوا لك؟ أنا بدي مطلع بنت، بدي بتجوزها بالحلال، وهم يقولوا لها إنه في الحبس، هارب من الحبس، إنه يسرق، إنه ليش؟ متزوج بأربعة نساء. أوبس، لماذا؟ والله عندي ولد الكلب السوداء بالذات، ليش طيب عم يحكوا عليك هيك؟ شو ولاد الكلب السوداء كثيرون، والله كثيرون. طول بالك، صلي على النبي، صلى الله عليه وسلم تلي الأرض. اللهم صلي على سيدنا محمد، صلي على النبي، ولا تاخذ ذنوبهم ولا تسب عليه عليهم، أفضل قول الصلاة حسبي الله والسلام. ونعم الوكيل. والله قول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. اي والله قول حسبي الله ونعم الوكيل. انت مبين عليك رجال طيب. هم ما مش مربيين، هم ما ربوهم أمهاتهم وآبائهم، هم ما ربوهم والديهم، ترى كل واحد وتربايته. هم والديهم أصلاً ما مش مربيين. ايه كل واحد وتربايته، وكل واحد كلامه بتدل على طريقة تربية اهله. صح؟ انت من وين حضرتك؟ والله أنت حلوة كثير، والله أنا من الجزائر، والله أنت حلوة كثير. نعم، بأهل الجزائر، أهل الجزائر الله يسلمك. ناس طيبين، ويعني وفيهم ناس نخوجية. الله يسلمك، أنت من البلد؟ أنا من سوريا. أنت من البلد؟ تبصر ما شاء الله، دمشق؟ من حلب أنت من دمشق؟ حبايب. وردات، وردات من حلب. حلب العاصمة، حلب العاصمة. لا، العاصمة دمشق، أنا العاصمة الاقتصادية حلب. أنت من دمشق؟ مولود إيه؟ لا، من حلب، من حلب، يعني محافظة من محافظات سوريا. الإنترنت عندك ما شاء ضعيف، الله ما بدي شاء الله أقطع ما شاء الله. الإنترنت كل ضعيف. التحية وكل احترام وتقدير لأهل سوريا، والله كل ما في التحية لنا حاجة في الدبل والاحترام منا خاوتي. والتقدير لأهل الجزائر الطيبين. ما الله تزعلوا يسلمك، الله جماعة، يسلمك، تسلم ما يسلم تزعلوا، عيونك. ما تزعلوا. ما بعرف نوم. والله في ناس هنايا، والله والله ما مربيين. شوف يا صديقي، في الزين وفي الشين بكل بلد، في عنا الزين وفي الشين، وكل واحد تصرفاته وكلامه تدل على تربية أهله. عرفت؟ بس أبدا لا يمثل البلد كلها. يعني كبسوا يا جماعة، كبسوا، ما عليكم أمر، ويلكم، نورتوا جميعا يا جماعة. ما حدا له بالحق يتدخل بخصوصيات الآخرين أبدا. خصوصيات الآخرين خط أحمر تخص الشخص نفسه، ما حدا له أي حق أن يتدخل في خصوصيات غيره غير مصرح له بذلك. بارك الله كل فيك، شكرا واحد شكرا. حياته، حياته وخصوصياته تخصه هو فقط، ممكن عائلته، ممكن الناس أبدا اللي ما هو بيدخلهم، غير ذلك ما بحق لأي حدا يقتحم حياته وخصوصية الآخرين. بارك الله فيك، شكرا شكرا على الكلام الموزون. الله يسلمك. لا، هذه والله انت حلوة يعني كثير. هاي هذا اللي لازم يصير، هاي الحقيقة. يعني فهمت علي؟ نورتوا جميعا. أهل الجزائر ناس طيبين ومربيين ونخوجية، وفيهم الشهامة وفيهم عزة النفس. مين موسى؟ مين موسى؟ هم يكتبون موسى، هم يكتبون. لا مين ما موسى؟ مين تقرأ، ما موسى؟ تقرأ كومنتارهم، بلوكيهم مين بلوكيهم من موسى؟ فضلك. موسى شخص تعرفوه هم يعني؟ ما يكتبون، هم يكتبون فقط. يا جماعة، الواحد بيفتح بث شر انا هادر، ليروح، شر انا هادر، شر نفسيته انا مبغرف. تعبانة، بيفتح بثوث لايف لحتى هيك يروق حاله. ما تخلوا الواحد يتوتر أو يعصب أو يتضايق.
ترى كلنا هون يعني التيك توك ولا الانترنت خلانا عيلة وحدة، فخلونا مناح مع بعض، يعني ما في داعي الواحد يكدر التاني أو يضايقه أو يزعجه. ليش؟ تحياتي لألكم أهل الجزائر كلكم، نحنا من سوريا منحبكم كتير كتير. الله يسلمك، لا تقرأ التعليقات، إنها تعليقات فاشلة، إنهم فاشلين وخليك وهم كمان، انت مفشلين. كمان ما تخلي تعليقات تأثر عليك او تأثر على مزاجك، عرفت شو؟ انت باين عليك انسان طيب، انسان متفهم، وانسان متربي، يعني متربي بعيلتك، ف الله يسلمك. مو كل الناس نفس الشيء. بتمنى لك التوفيق يا صديقي، أعطيكم درس وروق ولدك البركة. مع وروق السلامة، شكرا لك. واهدى، وكل التوفيق لك يا رب. إن شاء الله، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. شكرا، شكرا لك، يسعد والله شكرا صباحك لك. ويسعد يومك، ربي يومك يحفظك على كلام طيب. الله يسعدك، تستاهل الخير يا أخوي. إن شاء الله. الله يسلمك، مع السلامة، مع السلامة. هلو، ألو، صباح. ¿Cómo estás? ¿Verdad? لا، Sí, está bien. hermano. ¿Y tú? ¿Estás bien? ¿Quieres hacer batallas? هذه تدار واحد اللغة. Speak French. No. أتو غادي نجيب خدير واحد ندير مع هذا شي نجيب خدير. أتو مو اجوتي مون فرير سبيك اسبانيول. اوكي، اخويا والو عند ربي دو بيه. نجيبوك شي ميتاج اللي خاوت تفتح لي المفتاح صحيح يدير ماري تليفون. No more I know. Hey, para ti, اتو اتو amor, اتو انمي حبيبي. اتو انمي اتو Dime. ¿Por qué, José Luis? Sí, a mí también. Pero después de que no sepa dónde vivo. Es el hijo del presidente de Argelia y busca una mujer. ¿Cómo así? Porque quiere jugar. Ah, pues que, bueno, es que no sé, porque. Dale. Moi, ajouté mon frère est marié et trois les enfants. Moi, ajouté mon frère est marié et trois les enfants. Ok? Ok. Ok. Ay, me pasan unas cosas, amor. خديرو هاني قلت لها وانا نجيب لك صاحبي خديرو، قالت لي بغيتك وقالت لك عاجبني وكاع، قلت لها نطلع لك صاحبي بارد ايطال جيد هكا، قلت لها بلي صاحبي وكيما خويا كاع وحده في تيك توك. غابرييلا كي تال؟ غابرييلا قولها قولها كومو استاس كي تال؟ قولها خويا راه بيزوج. Bien, estoy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Una cosa es que te has hablado con él, con Sidmu, ¿qué te ha dicho? No, no he hablado con él hasta ahora. ¿Qué te mandaste acá? Pues, no, yo estaba hablando acá con mi gente de otra cosa. قولها لك عجبته، قولها لك عجبته هو. Porque te gusta mucho Hamza. Porque se llama Hamza. Es que te gusta mucho y me ha dicho que como tú sabes hablar español, pues ya me puedes hablar con ella y bueno, algo así más o menos. ¿Que hablemos por dónde? Pues que Hamza te gusta. Ah, que yo le gusto a Hamza. Sí. Hamza, ¿qué tal? Sonso, sí, tiempo sin verte, porque no habías vuelto. Gabriela, hemos hablado una vez, ¿no? Hemos subido una vez juntos. Eres de Colombia, ¿no? Sí, la vez No, no, pasada.
La vez pasada que hicimos batallas. Ya me acuerdo, ya. Hamza, قلت لك انت ya عندي كولومبيا وين ما تكون هي؟ وينه؟ هو تكون هي وين تكون؟ هي بين كولومبيا، هي تكون في كولومبيا كولومبيا. وين؟ يو يو ان كولومبيا. ايه طلعت من ايه، بس هي بغاتك انت، هي استاذنك تو انا جبتك، انا هي قالت لي طلع عليك وي ابو الحليم بار الجمعه، طلعتك فاي سوفيا يلا انا ريسي نشوف لك انت، ريسي تروح روح. هذا No, كنتي te lo que بنجوز yo بيها، لا prometo. Sousa, si tú lo dices así es, mi amor. او مش كنتي بنجوز بيها؟ دبر راسك انت والزوجه تاعك خيري، ما انا ما من اللي بيزوج بيها، لا انا متزوج، اقول لها باللي عنده 4 دراري، اقول لها شكون هو؟ الله انا عندي 4 دراري. اني علانه انا غادي تي تاع، قلت لها باللي صاحبي عازب هذا نجيبه لك انا قلت لها ويزوج بلي بيك. عاجبه، قلت لها راكي عاجبته، قلت لها راكي عاجبته. Pregúntale qué era que se انا dedica. اقول لها انا ¿Cómo que عجبتني، me has dicho, قلت لها Gabriela? كي عجبتني كيما اختي بحال، قلت لها Pregúntale qué era que se dedica. que tiene la edad. No, ¿a qué se dedica? Es que no te he entendido. O sea, ¿él qué hace? Él hace, pues hace, ahora está haciendo directo, ¿no? No, 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 o sea, él a qué se dedica en la vida de él, pues, no sé cómo lo Ah, especifique, pues o él no sé cómo le digan trabaja. allá. Él trabaja como mecánico de coches y vive en Francia y Marsella. Es uno. No. Y no la conoces, Marsella. Bueno, Ah, está en pues la he Francia. escuchado, pero no he ido. Y trabaja como mecánico y tiene su casa solo. Y ahora está buscando para tener una novia y para casarse. Ah, ¿y él cuántos años tiene? شافي عمرك حمزة؟ 71. ها درا. ودي انا كولومبيا بعيدة عليا، انا يروح نعيش في كولومبيا تعرف هوني انا هارب نحكي من عنك، قلت لي ايه بحمزه بشوف 24، قلت لي ترين ترين هي ترين تجي جاي تخليني Okay. اي تو كوانتو سانوس تينيس؟ Yo tengo 18 años. هي في عمرها 18 حمزه. تقول لي والله تقولها تقدري تجي. اي بويز فينير اكي ان يوروبا او نو؟ Que si puedo ir a dónde? A إسبانيا وفرنسيا. ولا تجيب نادم من المدرك واعطي في الفياجر. خدي روح حمزة Pues في en عمر algún 36. momento de mi vida iré, حمزة claro. في عمر 36. في عمر 36 ها حوجي. انت شو دخلك؟ ولا لا بصح، ولا لا بصح، انت شو دخلك شحال في عمري؟ قول لها، قول لها باللي تجي هنا. اي puedes venir aquí en Europa, Gabriela, o no? Si vas a hablar con él, pues tienes que venir para vivir con él aquí. Gracias, Sousa. Gracias por esas rosas. Dete Pero yo no me puedo ir a vivir un beso, allá. Hamza. Dete un beso. ¿Qué Dete un beso. Ay, ¿qué tal la comisaría? Merci, merci mon bébé. مشي ليك مشي ليك، Taki, بخوف hola. اشيري، بخوف يقول ابا شيري، بخوف. Yo no me puedo ir a vivir con él. ¿Y por qué? Pues porque yo no lo conozco, yo cómo me voy a ir a vivir Sí, con pero con él. tiempo vas a conocerlo y ya vas a hablar con él y No. no quieres. Pues o sea, muy, o sea.